أصلي وأسلم على صفوة الخلق سيدنا محمد القائل: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند مماتهم ولا في قبورهم ولا يوم بعثهم. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وقد خرجوا من قبورهم يمسحون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها السادة، يتواصل العطاء ونحن نكرم فقيد الشباب المرحوم رامي طلب عيد رزق. اسأل ربي في علاه أن يتغمده بواسع رحماته وأن يجعله في صحبة الحبيب محمد في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. ومشاركة لعموم أسر وعائلات أبو رزق وأبو بكر وأبو داود حيث نعيش الآن مع تلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا علم من أعلام التلاوة الذي أراه صعد خلفي على منصة القراءة القارئ الشيخ أحمد عادل حلم حبيش القارئ في مصر والوطني العربي والمقيم بجزيرة سعود. أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يفتح له وبه وعليه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى حتى فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم أحط به وجئتك من إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله
وجدتما وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كانت التلاوة من سورة النمل تلاه علينا علم من أعلام التلاوة القارئ الشيخ أحمد عادل حلم حبيش القارئ بمصر والوطن العربي والمقيم بجزيرة السعود. شاكرا لعميد الصوتيات الحاج سعد الصاني واولاده كبرى مخازن الفراشة ومحطه الديزل العالميه الحاج احمد السرجاني واولاده الخدمه الفتلوكيه الراقيه متر حسام ابو باز وحدة فيديو وتصوير بث مباشر إدارة مهندس أشرف العسوي. أيها السادة المعزون عموم أسر وعائلات أبو رزق وأبو بكر وأبو داود وعموم الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم كلهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من حضر يقدم واجب العزاء في فقيد الشباب
المرحوم رامي طلب عيد رزق في هذه الليلة. أيها السادة المعزون، طبتم وطاب ممشاكم وطابت لكم الجنة وكان سعيكم مشكورا. وصلي.